بونجور تو الموند اي بيانفوني دون سيت فيديو. نتمنى تكونوا لاباس عليكم بخير. لا فيديو اللي قبل شفنا باج 38، شفنا فيها الجرامير اي كونجوغيزون. اليوم غادي نشوفوا لا باج 39 اي 40، دونك غنشوفوا لا بارتي اورتوغراف اي لا بارتي برودكسيون ايكريت. صافي، دونك اون كومونس. جو ميفالو classe les mots suivants dans le tableau. Donc, atteignez des mots, kalimat, ou khasni nstifhom dans le tableau. Donc, hna hadi la lettre S. Donc, le son kifach ktntaq, ou hna ya ka. Donc, li kanchouf bli kelma kntaqha fhal fiha S ou la C, ankteba hnaya. Ou li kntaqha fiha le son hada kansma'o ka, ghadi nkteba hna. D'accord? Donc, facette. شنو كنسمع اس ولا ك؟ كنسمع اس. اذا هاد الاولى فين نكتبها؟ نكتبها هنا في الاولى. دونك facette. ماروك. ماروك. دونك شنو كنطق؟ كنطق ك ماروك. اذا نكتبها في لا دوزيام. كور. كور درس كور حصة ولا كور. دونك كور كنطق ك ما كنطقش اس، دونك كنكتبها هنا. كولتور ثقافة. لا كولتور كيفاش كنطقها؟ كنطقها ك، دونك هنا. سيفيليزاسيون. لا سيفيليزاسيون. دونك شنو كنطق؟ اس. Donc, c'est dans la première colonne. Civilisation. La civilisation. Garçon. Garçon. S. Donc, garçon. Capitale. L'Asima. La capitale du Maroc est Rabat. Donc, K. ما ننسى اليوم نفكركم بالقاعدة. سنتر لو سنتر المركز، دونك كنطقو اس. بلاس بلاس مكان، دونك كنطقو سي. بلاس. كارت خريطة، دونك جو برونونس كا. كارت دونك غنكتبها ايسي. دونك كارت. دونك شفنا في الدرس ديال هاد لابارتي في لورتوغراف بلي سي لا لتر سي، دونك لا لتر سي الا كانت حداها او كتقرا سو، الا كانت حداها الا كانت فيها هاد السيسيدان شنو ما كان حداها كتقرا اس كتقرا سي. غارسون حيتاش فيها السيسيدان كتقرا بلوسون اس، إلا كانت حدا أو كتقرا إس. أما إلا كانت حداها أو ولا أو ولا أ شنو كتقرا؟ كتقرا كا. نسيت بوغ لا بخوميييغ كاينة أو وكاينة حتى إي. أو و إي تيتقراو إس. دونك فاسيت سيفيليزاسيون. أما من كتكون حداها أو ولا أو ولا أ شنو كتقرا؟ كتقرا كا. كور كولتور كابيتال كارت. ولكن الا زدت على هاد لا سيسيدال الا كانت فيها ماشي حنا اللي كنزيدوها اختيارا هي كتكون فيها، دونك ديك الساعات شنو ما كان حداها ا ولا حداها او ولا حداها اي اللي كان كتقرا بلوسون اس. صافي، دونك هنا فيها غارسون، هنا او فاسيت، هنا اي سيفيليزاسيون. ولكن الا كانت او كور، او كولتور، ا كابيتال. صافي، دونك هادي القاعدة بصفة عامة. من تشوف الفخاز تشوف الجملة انت ما تعرفش، مثلا ما نعرفش انا نقرا هادي واش كوغ ولا سوغ، نقول عندي العلاقة تقول لي الا كانت اس حداها او ماشي اس سي، الا كانت سي حداها او كتقرا كو، اذا هادي كوغ وانا عرفت. كنجي لهادي ا شنو غنقراها؟ واش غنقراها كابيتال ولا نقراها سابيتال؟ انا ما عارفاش، دونك شنو غادي نقول؟
هذا القاعده تتقول لي الا كانت حداها ا كتقرا كا اذا هذه كابيتال. غنجي لهذه وما عرفتش نقراها كيفيليزاسيون ولا سيفيليزاسيون. بلاتي قاعده شنو تتقول لي؟ اس حداها اي سا سو برونونس سي، اذا سيفيليزاسيون. صافي بهذه الطريقه باش تحاولوا تفهموا. Je consolide mes acquis, entoure le mot qui convient. Donc, هنايا في لورتوغراف قرينا حاجه اخرى اللي هي او اي او 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 avec accent. شنو الفرق؟ هادي او، دونك لو شوا اختيار، اما هادي ليو مكان. متفقين؟ دونك الا كانت المعنى ديال الجمله كتخيرك واش بغيتي هادي ولا هادي غنختار الاولى، اما الا كان المعنى ديال الجمله مكان غادي نختار هادي. متفقين؟ vous allez à l'école، كتمشي للمدرسه à pied ou en bus، واش على رجليك ولا في الطوبيس، او يعني هنا قلت لك واش هادي او هادي، اذا انا وحده نختار هادي. متفقين؟ vous pensez visiter le mausolée محمد 5 او لا تور حسن، واش كتفكر تمشي للموزولي محمد 5 ولا تمشي لهذا لو تور ديال حسن؟ دونك هادي او هادي، اذا انا وحده نختار هادي. متفقين؟ حيت هادي هي الاختيار. voici l'endroit où je suis reposé où je me suis reposé، ها هو المكان اللي انا خديت فيه قسط ديال الراحه. اذا هنا تنعرفك على واحد المكان، اذا انا وحده نختار. قولوا لي انا وحده، نتمنى تكونوا دورتوا عليها الصحيحه فيهم اللي هي الثانيه. متفقين؟ دونك لا بارتي اكريتور جيكري اي جو ريكوبي. دونك عندي هنا اس ال اي جي، دونك هذه اس ماجوسكول وهذه مينوسكول، ال ماجوسكول ال مينوسكول، اي ماجوسكول اي مينوسكول، جي ماجوسكول جي مينوسكول. نحاولوا نكتبوهم بطريقه تكون زوينه ونتفننوا في الخط ديالنا باش تجي زوينه. دونك اس نكتبها اون سول فوا، نتوما كتبوها بليزيغ فوا، كتبوها مثلا 1 2 1 2 3 3 فوا هي القليله. دونك اس بحال هكا صغيوره ما نفوتش الخط الاولاني ونحاول نقادها. ال كيف ما وما دايرينها نطلع حتى الخط فين دايرينها ما نفوتو ما نقص عليه. اي فوالا جي، دونك نطلع بحال باغي ندير اي ونهبط ونطلع. متفقين؟ نمشيو لدابا لابارتي ماجوسكول. دونك اس فوالا ال فوالا اي، دونك كنجي هنا كندير واحد الدوار صغيوره بخي كنعاود نهبط. جي لا ميم شوز بحال باغي ندير اي ونهبط حتى لتحت شويه وعاد كنطلع. متفقين؟ دونك حاولوا تعاودوا نكتبوهم بليزيوغ فوا وكتبوهم حتى في الوسخ ديالكم باش تطلقوا يديكم مزيان. دونك جليل ابيت ا افران، في كيسكون جليل كيسكون في افران، دونك كنحاول نكتبها G A L I L H habite I A Ifran. متفقين؟ تيبان لكم مزيان؟ دونك جليل هابيت إفران. تانية سناء اي لا كوبين دو لينا، سناء هي الصديقة والرفيقة ديال من ديال لينا. دونك بادين باش بلا لتر اس، سناء اي لا copine de Lina.
ولينا حينتاش اسم ديال فتاة كيتكتب ماجوسكول. ومن كنسالي بيان سور الجملة ديالي كندير ان بوان. دونك جو كومونس باغ ماجوسكول اي جو تيرمين ما كانش كتبان ليكم باغ ان بوان. صافي دونك سالينا لا بارتي اورتوغراف. On va passer la partie production écrite. Et fait la partie, je nous attendra. Reconstitue le texte. Donc, attendez quoi de nous les mamquades. On ne y a pas nous le plus un mamquado. Tout d'abord, allez on parle nous sur le fameux jumel pardon le mélange. Ou admin ben a ouvert le bon. Donc, faites voir je me dis Belina. Alborak, Liwa, TGV. Li huwa train à grande vitesse, donc train li sur'a dialo faiqa akthar min train l'adi. Il a établi un nouveau record de vitesse au niveau africain avec 357 km par heure. Donc rah dar wahed la vitesse, wahed sur'a jdida. Mathal le qitar hna arfino kimchi bwahed sur'a khilal f koul sa'a. هذا دار لنا واحد السرعة جديدة فحال تقول حقق ولا حطم واحد الرقم قياسي جديد. En effet, s'il part de Tanger à 8h, il arrive à Kenetra à 8h47. Il a مشى من طنجي مع 8 كيوصل لقنيطرة مع 8:47 دقيقة. يعني في خلال 47 دقيقة كيمشي من قنيطرة من طنجة لقنيطرة يعني كيمشي بواحد السرعة اللي كبيرة. البراق اي لو برومي تي جي في او ماروك اون افريك. البراق هو اول تي جي في تران غران فيتيس على مستوى افريقيا. اذا في نظركم اين وحده نبداو بها؟ نبداو بالثالثة. دونك هاد الثالثة هي الاولى ندير واحد. البراق هو اول تي جي في راح حقق لي اعلى فيتاس جديده على مستوى هذا. اون افي راح كيمشي من طنجه لهذا. اذا الثانيه هي الاولى والثالثه هي هذه. تفقين دونك نتوما تعاودوا تكتبوهم اون اوردر تعاودوا تكتبوا هذا النص بالترتيب. فوالا دونك ريكونستيتو لو تيكست سويفون. دونك دابا طلبوا مني هاد لو تيكست شنو ندير ليه؟ نريكونستيتو ندير لا ريكونستيتوسيون يعني حتى هو نرتبه. Après un an, من بعد عام, le deuxième satellite Mohamed 6 B est mis en orbite avec succès. Donc les satellites هما الاقمار الاصطناعيه شنو سميتو محمد 6 B يعني سميتو محمد 6 B est mis en orbite avec succès. Ça fait راه تطلق وراه دابا في المكان المناسب ديالو وتمت العملية بنجاح من بعد عام. Ces deux satellites, هاد جوج ديال لي ساتوليت, permettront de surveiller tout le territoire marocain. هاد لي دو ساتوليت غادي يمكنونا اننا نراقبو, دونك surveiller نراقبو le territoire marocain يعني الحدود المغربية يعني ولا الارض المغربية الحدود المغربية مهم في هاد المعنى. تفقين لو تيريتوار ماروكان. لو بروميي ساتوليت محمد 6 ا ايتي لانسي لو 7 نوفمبر 2017. اول ساتوليت سميتو محمد 6 ا, ثاني سميتو محمد 6 ب. امتى هاد محمد 6 ا تلانسا يعني انطلق؟ في 7 نوفمبر 2017. متفقين؟ دونك في نظركم اين جمله تكون هي الاولى؟ في نظري المهم حاولوا حبسوا لا فيديو ديروا بوز وكتبوا واحد جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة كتبهم كيف ما بغيتوا ماشي كيف ما بغيتوا بالترتيب اللي كيبان لكم مناسب. وابخي رجعوا لا فيديو غتشوفوني دابا شنو نكتب. متفقين؟ يلا حبسوا حبستوا رجعتوا يلا شوفوا معايا. دونك اول وحده هي هذه كنهضر على اول ساتوليت. اول ساتوليت كان نهار فلان فلان دونك هذه هي الاولى. بعد عام ثاني ساتوليت هايا هاد جوج غادي يمكننا اننا نحضيو لو تيريتوار. اذا هذه الثالثه
متفقين؟ سهلين، يكفي انكم تفهموا المعنى ديال الجمله، المعنى ديال كل جمله باش تعرفوا شكون في ماجي الاولى شكون في ماجي الثانيه. علاش انا اختاريت هذا؟ حيت ديما كنبغي نهضر على شي حاجه نهضر على الاولى عاد نمشي للثانيه، نهضر على اللي تحطات هي الاولى في الطريق عاد اللي جات من وراها صافي، ومن بعد لا بغيت نهضر عليهم بجوج نهضر عليهم في الاخر، فاش غادي نكون ديجا عرفتكم بالساتيليت الاول وعرفتكم بالساتيليت الثاني عاد غادي نقول لكم فوالا راه هاد جوج ديال لي ساتيليت راه غادي يمكنوني انني ماشي نهضر على واحد جوج ديال لي ساتيليت اللي انا ما شرحت لكم شنو هما شنو تيديروا شنو معنيتهم امتى كانوا اكسيتيرا، مفهوم؟ يعني خاصكم تحاولوا تغيزونيو تحاولوا تحللوا الحوايج بهذه الطريقه باش غادي تسهل عليكم اي حاجه ان شاء الله. فوالا دونك سالينا، هذه سي اون سورت دو ريفيزيون بالنسبه للونيتي 1 اون تو سكي غرامير كونجوغيزون اورتوغراف و برودكسيون اكريت، شفناهم كاملين، نتمنى تكونوا استفدتوا، الا استفدتوا مزيان ما تنساوش تخليو لايك تحت لا فيديو باش تشجعوني اكثر، وشنو اخر نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ا بيانتو.